السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدنا نتعلم اليوم قانونين، قانون كيف نحسب الارك لينث وقانون لحساب السيرفس اريا. نبدأ بالفورمولا الأولى وشو هو الارك لينث. If the function flx has a continuous derivative on ab, the length of the curve flx from a to b is given by L equal التكامل من A ل B تحت الجذر 1 زائد dy by dx الكل تربيع dx. طبعا احنا معطى عنا انه y f x. هذا القانون شو بعطيك؟ هي عنا هذا الاقتران f x على فترة من A ل B، ومن الفترة A ل B في هون مسار، هذا المسار طول المسار هاد L. في قانون بدنا نحفظه اللي هو L بيساوي التكامل من A ل B تحت الجذر 1 زائد dy by dx تربيع dx. إذا كان الاقتران y بدلالة x، لاحظ حدود التكامل بالنسبة ل x ومن كامل with respect to x. لو كان الاقتران بدلالة y بصير القانون dy، بصير القانون dx على dy وحدود التكامل بالنسبة ل y. فهذا القانون بدنا نحفظه اللي هو find the arc length. ودائما طول المسار أو هذا طول جزء من المنحنى دائما الجواب رح يكون موجب، ما رح يطلع معكم الجواب سالب. For example, find the length of f x equal x على 2 وأعطانا x من 1 ل 3. أول خطوة بدك to find dy by dx. dy by dx x على 2 إيش مشتقته؟ نص. بعدين بدنا نطبق الفورمولا، بصير سؤال تكامل الارك لينث L، ما هي حدود التكامل من 1 ل 3 تحت الجذر 1 زائد dy by dx اللي هي نص الكل تربيع dx. فصار سؤال تكامل the integral من 1 ل 3 1 زائد نص تربيع اللي هي 1 على 4 dx بتساوي هلأ 1 زائد 1 على 4 اللي عبارة عن 5 على 4، يعني جذر الخمسة على 2 في تكامل كونستانت طلعته لبرا من 1 ل 3 dx. وما هو تكامل dx؟ ما هو الفونكشن الذي مشتقته 1 اللي هو x. فهي بتساوي جذر الخمسة على 2 في x وتكامل محدود من 1 ل 3. فالجواب رح يعطينا جذر الخمسة على 2 رح نعوض بحدود التكامل اللي هي 3 ناقص 1 اللي هي 2. فالجواب جذر الخمسة 3 ناقص 1 2 اختصرتهم. So find the arc length، بدنا نحفظ الفورمولا نشتق ونطبق وبصير سؤال تكامل. Another example، example 2 برضو find the arc length. أعطانا هذا المنحنى f x اللي هو نفسه y. أول خطوة بدنا نشتق dy by dx هي عبارة عن 3 على 2. كيف بشتقها؟ x للقوة 3 على 2 ناقص 1 حسب قواعد الاشتقاق بتساوي 3 على 2 x 3 على 2 ناقص 1 للقوة نص. نكتب القانون. إيش الارك لينث؟ هو التكامل من 0 ل 4 لسكوير روت 1 زائد dy by dx الكل تربيع dx. ناو هاي dy by dx بدنا نربعها، فبصير عندنا التكامل من 0 ل 4 لسكوير روت 1 زائد، ربع هذا المقدار ربعه 9 على 4 x dx. هاي رح يعطينا the integral from 0 to 4. لاحظ هذا اقتران خطي اللي هو 1 زائد 9 على 4 x للقوة نص dx. هذا الاقتران linear، كيف رح أكامله؟ منضيف 1، لكن لو كان تربيعي ما حتقدر تطبق الفورمولا. فحسب قواعد التكامل رح أكامله اللي هو 1 زائد 9 على 4 x للقوة نص زائد 1 3 على 2 على 3 على 2 في 2 على 3. وما تنسى انه بنقسم على مين؟ على A.
يعني على 9 على 4 رح تكون في 4 على 9 اللي هي هذا الرقم A، وحدود التكامل من 0 ل 4. فهون بدك تتذكر قاعدة التكامل اللي مرت عليك قبل، إنه التكامل AX plus B للقوة N DX هي عبارة عن AX plus B to the power N plus 1 على N زائد 1 في A، وأكيد تحت شرط إنه N لا تساوي minus 1. فأصبح تكامل محدود. بترك إليك تكمل إنك توجد الجواب. بتعوض أول إشي محل الX 4 وبعدين رح أعوض 0. مثال الثالث، بدي أوجد الارك لينك لهذا الاقتران. لاحظ الفترة من 1 ل 2 اللي هي حدود التكامل. أول خطوة بدنا نشتق هذا F الX اللي هو Y dy by dx. لاحظ الاقتران X تربيع على 4، كيف بشتقه؟ هي عبارة عن 2X over 4 minus، شو مشتقت لنا الX؟ 1 على X، يعني هاي المشتقة أعطتنا X over 2 minus 1 over 2X. بحتاج بالقانون إني أربع المشتقة dy by dx الكل تربيع. عشان أربعها مربع الأول اللي هو X تربيع على 4 ناقص ضعف الأول في الثاني، 2 في X على 2 في 1 على 2 X زائد 1 على 4 X تربيع. Now 2X 2X كنسلوا مع بعض. أكيد بالقانون رح أحتاج 1 زائد DY by DX الكل تربيع، فرح أضيف لهذا المقدار 1. شو رح يعطينا؟ X تربيع على 4. هلا أوكي، ناقص نص زائد 1 على 4 X تربيع plus 1، فصار هذا المقدار هو عبارة عن X تربيع على 4 ناقص نص زائد 1. كم؟ زائد نص زائد 1 على 4 X تربيع. نطبق القانون اللي قلنا بدنا نحفظه، الارك لينث L، التكامل حدود التكامل من 1 ل 2 تحت الجذر أعطانا يا هذا المقدار اللي هو أوجدناه 1 زائد dy by dx اللي هو المقدار عبارة عن x تربيع على 4 زائد نص زائد 1 على 4 x تربيع dx. هون انتهى. انت بس في هاي المحاضرة حفظت القانون، بعد هيك السؤال عندك صار هو عبارة عن سؤال تكامل، فبدنا نكمل هذا التكامل. هلأ عندنا التكامل هذا المقدار. هلأ لاحظ هذا المقدار تحت الجذر هو عبارة تربيعية، فبإمكاني أكتب الارك لينث من 1 ل 2 تحت الجذر. بإمكاني أحلل هذا القوس بهاي الطريقة، X تربيع على 4 هي X على 2 في X على 2، 1 على 4 X تربيع هي 1 على 2X في 1 على 2X، هون زائد وهون زائد. لاحظ لما تضربهم هون رح يعطينا زائد ربع وزائد ربع اللي هو الحد الأوسط DX. فأصبح التكامل L the integral من 1 ل 2 X على 2 زائد 1 على 2 X الكل تربيع تحت الجذر هون سكوير DX. هلأ لاحظ إنه المقدار هذا تربيع تحت الجذر القيمة المطلقة. القيمة المطلقة هون رح تكون موجبة لأنه قيم X بالفترة من 1 ل 2، فهذا المقدار رح يكون عندنا يا دائما موجب، فرح يصير التكامل من 1 ل 2 X على 2 زائد 1 على 2 X DX. Now شو تكامل X على 2؟ شو تكامل X على 2؟ أوكي هلا X على 2 زائد 1 على 2X سكوير. شو تكامل X على 2؟ هذا رقم رح يكون تكاملها X تربيع على 4. 1 على 2X، ما هو الفونكشن الذي مشتقته 1 على X؟ اللي هو ln X
هو لان الاكس انتي ديريفاتيف لواحد على اكس، حدود التكامل من واحد لاتنين. عوض 4/4 زائد نص لان التنين ناقص ربع، عوضت مكان الاكس تنين بعدين واحد، ناقص ربع زائد نص لن الوان. نبسط الجواب، 4/4 زائد نص لن التنين ناقص ربع، لن الواحد صفر فهذا الحد بروح من هنا. So this is equal 1 ناقص ربع اللي هي 3/4. نص لن التنين بقدر اكتبها بهذا الشكل، لن جذر التنين. حاول انت هوم ورك انك تجد الارك لينث للاقتران، للاقتران ربع في اي للقوة 2x زائد اي للقوة ناقص 2x x بين الصفر والواحد. هون الكالكوليشن اكتر بدك تشتاق وتربع ونطبق على القانون. فنوضح الارك لينث، حنشوف قانون تاني لحساب الarea of the surface. طبعا في فرق بين الarea والarea of the surface. لما كنا نسأل انه نجد الarea under the curve يكون عندنا function وبدنا من المساحة، فالfunction positive، فالمساحة كانت هي عبارة عن التكامل من A ل B، بيعطينا المساحة الواقعة تحت الشكل. لكن الarea of the surface عم تعطينا مساحة مين؟ السيرفس. لما هاي المنطقة أعمل لها دوران إما about the x أو about the y حيطلع شكل معين. فهذا القانون بيساعدنا في حساب الarea of the surface. If the function f has continuous first derivative through the interval x between a و b, the area of the surface. يعني بيكون عندنا function معين على فترة من a ل b، وهاي المنطقة بعمل لها دوران إما حوالين محور السينات أو محور الصادات، بعطينا سيرفس معين. فالأريا لهذا السيرفس القانون اللي بدنا نحفظه، the area of the surface generated by revolving y equal f x حول محور السينات. لاحظ y بدلالة f x، محور الدوران السينات، وحدود التكامل بالنسبة ل x. فهذا القانون بدنا نحفظه انه السيرفس اريا، طبعا اشتقاقه ما بيهمنا انه جبنا الفورمولا، بيهمني تحفظه ونطبق عليه. السيرفس اريا بتساوي 2 باي ثابته بالقانون، التكامل من a ل b، اف الاكس الاقتران المعطى عندك مضروب في 1 زائد دي واي باي دي اكس لكل تربيع، اللي هو هذا كان يمثل مين؟ الارك لينث. فور اكزامبل، find the area of the surface generated by revolving this function about x axis. نطبق على القانون، يعني هاي القانون الثاني اللي حفظناه اليوم. اذا عشان نوجد surface area اكيد اول خطوة بدنا نشتق الاقتران dy by dx. شو مشتقت هذا الاقتران؟ 2 جذر الاكس. شو مشتقتها؟ هي اكس قوة نص، اللي هي 1/2 جذر الاكس، معناته الديريفاتيف 1 على جذر الاكس. هلا الفورمولا اس شو بتساوي؟ 2 باي التكامل معطينا اياه من 1/2 اف الاكس، مين هو؟ 2 جذر الاكس في السكوير روت لواحد زائد، بدي اربع هذا المقدار، لما اربعه رح يعطينا 1/x dx. نبسط هذا التكامل، هذا يساوي 2 باي التكامل من 1/2 2 جذر الاكس، بدي اوحد مقامات فبصير هذا عبارة عن جذر x plus 1 على x. لو لاحظ هذا الترم، هذا الترم راح اختصر هون، هاي التنين بدي اطلعها لبرا التكامل، فصار التكامل 4 باي التكامل من 1/2 x plus 1
قوة نص دي اكس. فرح اكامل حسب القواعد اللي اخذناها، 4 باي تكاملها اكس زائد 1 قوة 3 على 2 في 2 على 3 من 1 ل 3. 4 ضرب من 1 ل 2 حدود التكامل، سوري من 1 ل 2. فأربعة في اثنين تمانية باي على ثلاثة، ورح أعوض بالحدود، اثنين زائد واحد ثلاثة للقوة ثلاثة على اثنين ناقص واحد زائد واحد اثنين للقوة ثلاثة على اثنين. لو حاولنا نلاقي السيرفيس اريا برضو الفونكشن واي بتساوي اكس على اثنين about الاكس اكسس. طبعا هذا لو بدك تشوف انت رسمته، هاي الاكس على 2 الفترة 0 4. طبعا هذا لو كنا احنا عم نحكي عن حجوم وعملت لها دوران رح يطلع معنا الشكل ايش؟ مخروط. اوكي الاريا او ذا سيرفيس بدي دي واي باي دي اكس، اطبق على القانون شو المشتقة نص. شو قانون السيرفيس اريا اللي حفظناه؟ اس ايكوال 2 باي حدود التكامل من 0 ل 4 اف الاكس اللي هي اكس على 2 ضرب السكوير روت 1 زائد دي واي باي دي اكس تربيع دي اكس. اوكي this equivalent to 2 باي، هذا رقم بقدر اطلعه برا التكامل، 1 زائد ربع اللي هي 5 على 4 يعني جذر 5 على 4، وهي 2 طلعتها برا التكامل جذر 5، طبعا الجذر 4 كمان هون مش احنا جمعنا. اوكي تكامل من 0 ل 2 من 0 ل 4 اكس دي اكس، هذا الترم وهذا الترم كنسلنا، وهاي بتساوي جذر 5 باي على 2. شو تكامل الاكس اللي هي اكس تربيع على 2 وحدود التكامل من 0 ل 4، هاي رح تعطينا جذر 5 باي اوفر 4، رح اعوض اللي هي 16 ماينس 0 so this is equal على 4، وهاي فيها 4 4 جذر 5 باي. نفس السؤال find the surface area لهذا الفونكشن about x axis، برضو هذا بدي اتركه لك homework. اول خطوة اكتب القانون surface area هي 2 by التكامل من 1 ل 5 من هو f x x plus 1 في 1 زائد dy by dx square dx، وحاول انك تكمل. وآخر إشي قد يكون الاقتران بدلالة y، فإذا كان الاقتران بدلالة y وكان محور الدوران about the y axis بصير عندنا القانون 2 by حدود التكامل بالنسبة ل y ومن كامل بالنسبة ل y، وإحنا هنا كنا نحكي في القانون f x هون f y، واحد زائد بدل dy by dx أصبحت dx by dy. يعني for example لو كان عندنا هذا الفونكشن بدنا نوجد نفس السؤال اللي كنا نسأله قبل، إنه find the area of the surface generated by revolving this function about the y axis. أول خطوة بكتب x بدلالة y، مين هي ال x؟ اللي هي ال x عبارة عن 2y. إذا كانت ال x، لاحظ x between 0 and 4، إذا كانت عنا ال x بتساوي 0 قديش رح تكون عنا ال y 0، فمعناته y between 0 and، إذا كانت ال x 4 ال y رح تكون 2، وبالتالي بصير القانون s equal 2 by التكامل. هذا فقط بستخدمه إذا أعطانا محور الدوران مين؟ ال y axis. 2 by حدود التكامل بالنسبة ل y من 0 ل 4 2y في السكوير روت 1 زائد dx by dy سكوير ومن كامل بالنسبة لمين؟ ل y. هلأ من هذا الاقتران dx
باي دي واي هي عبارة عن مين؟ تنين. فبنرجع للفورمولا، هاي تكافئ 2 باي في التكامل من 0 لأربعة 2 واي في السكوير روت 1 زائد ربعت 2 صارت 4 دي واي، 1 زائد 4 جذر 5 وفي 2 بدي أطلعهم برا التكامل، فبصير 4 باي جذر 5 التكامل، الأربعة 2 ضرب 2 و 4 زائد 1 5 كونستنت طلعته لبرا التكامل من 0 ل 4 واي دي واي. So this equivalent 4 باي جذر 5 في y تربيع over 2 حدود تكاملي من 0 ل 4. هذا بعطينا هاي لو اختصرت هاي 2 باي جذر 5 في 4 معناته الجواب اعطاني 8. اعطاني هلا هون 4 تربيع، سوري ما ربعت الاربعه، مش هاي 4 تربيع، هاي 4 تربيع 16 ضرب 2 اللي هي 32 باي جذر 5. وبهيك انهينا كل المواضيع اللي بتتعلق عندنا في مادة 101. معناته هاي المحاضرة بدك تحفظ قانونين، يعني قانون الارك لينث وقانون السيرفيس اريا ونطبق عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله.